هين عندك يا نعمة، هين عندك يا روحي، شنو الدبان؟ يلا هين عندك يا روحي. وين الاستهداف؟ وين؟ روح اسحب الثانيه، اسحب الثانيه. هذا هو مسرح الجريمة التي قتلت بها قوات الاحتلال الطفلين وبينهما آدم الغور. شقيقه كان شاهدا على هذه الجريمة. انت وين كنت؟ بقينا هون قاعدين. وين؟ هون؟ هون بقينا قاعدين، كل تقريبا كل هذه الحارة يعني زي دائما. ما كانش في اشي هون؟ لا. طيب شو اللي صار؟ مرة واحد الجيش ظلوا منسحبين أربع جبات. بقوا مغلولين، طالعين من حارة الدمج، بقى في كتيلين عندهم مغلولين. أجوا هنا وصاروا طخوا على جنب سوا، قاعد بسوق. طلع البارودة ما خلاش حدا مطخوش. طيب وين كان أخوك؟ آدم بقينا هناك واقفين. وكان هناك أنا وباسل، هناك باسل واقفين. هناك واقفين. قلت له هو ظهره. ما كانش في أي مواجهات هون ولا أي شيء؟ ولا هناك شيء، وكان قاعدين ولا في أي شيء. طيب. بعدين رحنا هاربين، باسل ظل هيك واقف، مرة واحد اللي هم طخوه من ثلاث رصاصات، وهون أخوي آدم طخوه على راسه من هون. وين كان واقف أخوك آدم؟ بقى جاي يركض، بقى هناك واقف، بقى جاي يركض. جاي يركض لأنهم طخوا؟ بقى يطخوا، ما خلوش حد مطخوه. وين هون وقع؟ وقع علي هون وقع، بقى فيه السيارة. رحت بسرعة سحبته، جبت ورا السيارة، قعدت أنادي، أمي بقت هناك طلعت. طلع إسعاف إسعاف. بقى فيه واحد بسرعة قلت له نادي الإسعاف، اللي هو جاي عامل السيجا. كنت بسرعة لقينا سيارة، ضلينا طالعين فيها، اللي هم جايين هون الإسعاف، نزلنا. وين كانت إصابته؟ بقت هون. بقى يعني نص راس صغير. يعني استشهد على المحل؟ استشهد على المحل، بقت روحه تطلع. أنت قديش في بينك وبينه في العمر؟ هو 8 سنين وأنا 14، 6 سنين. احكي لنا عنه، بأي صف؟ كيف كان؟ صف ثالث، بقى شاطر كثير. بقى أحسن واحد يعني بالصف عنده، بقى الكل يحكي. وبقى يعني ولد محترم، ضلنا نمزح أنا وياه نتخوت. ولد صغير. طفل. بقى يحب يلعب فوتبول، كل يوم يجي صاحبه ينادي عليه ينزل تحت يلعب فوتبول. ينزل هناك يروح يلعب فوتبول كل يوم. وين دفنتوا؟ دفناه بالمخيم بالمقبرة اللي جديدة. شو بتقول عن هذا القتل الأطفال واللي بيصير؟ نحكيش اللي غير حسب الله ونعم الوكيل، يعني هذا انت كمان شوفه بغزة يعني الله بعيونك.